ألف زرزة وزرزة معي علي لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. طبيعي طبيعي. دائما كنت أفكر أن بلادنا عصية على التغيرات. كل العالم يتغير إلا نحن، كل العقليات تتغير إلا عقلياتنا، كل المنتجات الرياضية تتغير إلا منتخبنا. لا شيء يتغير عندنا إلا الأسماء، بل وأحيانا حتى الأسماء لا تتغير. فمنذ نعومة أظفاري كنت أسمع بعلي عقل عرسان كرئيس الاتحاد لكتاب العرب، وما زلت يعني وقته، ولكنني ترفعت عن الاستغراب كأي مواطن سوري يرى في كل هذه الأشياء التي يفغر الغرب المتوحش لها فاه أشياء طبيعية، إلا أنني حاولت أن أجد تفسيرا لها فرأيته جاهزا. هناك قوى ملائكية تحمي الوطن وتحصنه من كل البدع والمتغيرات التي يمكن أن تنال من ثباتنا وصمودنا، بل إن هؤلاء الملائكة يحمون الوطن من الفيضانات والزلازل أيضا. وإلا فما معنى ألا تصيبنا طرطوشة من زلزال أو أعصار أو فيضان إذا لم يكن الملاك الحارس هو من يخيفها ويمنعها من الدخول؟ حدث في إحدى الصحف أن جاء سكرتير التحرير وهو مدرس في كلية الصحافة إلى رئيس تحريره مستنكرا فقرة وردت في مادة علمية كتبها محرر عن زلزال قادم إلى بلادنا وسيمر من تحت جبل قاسيون، ولكن رئيس التحرير لم يفهم استنكاره ولم يفهم ما معناه، فوضح له سكرتير التحرير الأمر قائلا: استاذي، على جبل قاسيون يقبع الحرس الجمهوري، وهذا يعني أن الزلزال سيمر من تحته. هنا وقف رئيس التحرير وقفة رجل واحد وطلب تغيير مسار الزلزال فورا، وتم الأمر وغير سكرتير التحرير مسار الزلزال مرسلا إياه إلى أندونيسيا والهند وسريلانكا وماليزيا وسائر المشرق. حدث في 2004 بداماس. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.